هذه الحلقة من خمس أشياء برعاية لعبة ذكروتو. هلا والله، اليوم حلقة خمس أشياء راح نتكلم عن ألعاب تم تطويرها من شخص واحد بس. خلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة أكسيوم فيرج، وهي لعبة بنظام مترويد فينيا. صدرت عام 2015 على جهاز بلاي ستيشن 4 والبي سي، ولاحقا صدرت على سويتش والإكس بوكس 1، وطورها شخص واحد اسمه توم هاب، وكان يطورها في وقت فراغه بعد العمل لمدة 7 سنوات. واللعبة نجحت نجاح كبير وأخذت تقييم ممتازة وترشحت لأفضل لعبة اندي في سنة 2015. واللعبة الثانية اللي معانا هي لعبة بريد. بريد لعبة بلاتفورم وألغاز ساحرة، صدرت عام 2008 على جهاز الإكس بوكس 360 من مطور اسمه جوناثان بلو، وتعتبر من أوائل ألعاب الاندي، وتميزت برسومها الرهيبة كأنها لوحة مرسومة بألوان زيتية. وتم تطوير اللعبة تقريبا في حوالي 3 سنوات، والمطور دفع فيها $200,000، وغالبا الدعم راح في تطوير الرسوم. ثالث لعبة معنا هي لعبة ماينكرافت. ماينكرافت تعتبر من أنجح الألعاب في السنوات الأخيرة، وانتشرت بشكل كبير، والسبب أنها تصميمها جدا سهل ويقدر أي شخص يقدر يلعبها، خاصة جمهور الأطفال يقدر يصمم أشياء منوعة فيها. طورها شخص واحد سويدي اسمه ماركوس بيرسن، وتم إصدارها عام 2009، وبعدها قرر أن يأسس شركة باسم موجان اللي اشترتها مايكروسوفت في عام 2014 بقيمة $2.5 مليار. رابع لعبة معانا هي لعبة ستار دو فالي. طورها واحد اسمه إريك بارن، وصدرت على البي سي في عام 2016، ولاحقا على كل أجهزة. اللعبة مستلهمة أفكارها من اللعبة القديمة هارفست مون، وأضاف عليها عناصر كثيرة أهمها الاستكشاف، ومن الواضح أيضا أنها انتشهرت أكثر من اللعبة الأصلية اللي هي هارفست مون. آخر لعبة معانا هي لعبة أندرتيل. لعبة أندرتيل تعتبر لعبة RPG بأسلوب رسوم قديم لكن بأسلوب لعب جديد. طورها شخص اسمه توبي فوكس. اللعبة بدأت كمشروع على موقع كيكستارتر مع هدف $5,000، وحصل على دعم بقيمة $51,000، حتى أن تم إصدارها في عام 2015 على البي سي، والحين صارت متوفرة على البلايستيشن 4 وقريبا راح تكون بالسويتش. وأكثر شيء ملفت في اللعبة هو طريقة القتال، عكس باقي العاب RPG مثل ما قلت لكم، طريقة قتالها جدا مميز. وفي اللعبة هذه يعطيك المطور الحرية في انك تصادق الوحوش او انك تقتلهم، وهذا يخليك تطلع نهايات متنوعة. واجمل شيء في اللعبة ايضا الموسيقى، وطبعا نفس المطور توبي فوكس هو اللي سوى لك الموسيقى ايضا. وهذه كانت حلقتنا الخمس اشياء، قولوا لنا ايش رايكم فيها، وايضا اذكروا لنا العاب ثانية تعرفونها ما ذكرناها تحت بالكومنتس، واذا تبون ايضا جزء ثاني لهذه الحلقة اذا بغيتم. ولا تنسون أيضا زر الاشتراك واللايك، ويعطيكم العافية. معكم فهد الشيحة، مع السلامة.